انت كفايه كده، هتودي نفسك في داهيه. هي قالت رباعه وبنتك سميحه ايه اللي هضرب بيها؟ سيبها يا نعمه. العوني انا لحقت وقتي. فاهمونا يا اخوان ما نخش. مفيش حاجه. خلي ايدي انت بس، مفيش حاجه. هقولي انا سيبني بره، هتموتني يا بنتي. خلاص بقى كفايه كده. ايه الوليه الناقصه؟ اما الاخوه دي فيها من الصبح وحايل ومايل وعامله خاطر للمحروسه مراتك باللي بطلها، ودي ابدا يابا ابدا. وزي 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 زني 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 زني، عامله زي الدبانه الضخمه اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. اللي بقى موريك حاجه بقى هو انت فاكر ان انت هتعدي؟ انا هنفخك يا والله العظيم. انا مورياكي والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شاكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوك سحل. هي الدنيا سايبه؟ سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. الله ربنا يهدي حيلك زي ما عدتي حيل يا فشله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه؟ دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا لحقت انت دهبت في وشي زي العبور ومسكتني زي الاراده وخرقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجه ما يسكتش عليها ابدا. احنا نقلبها لهم ضم. خلاص والنبي يا مراد خالي حقك علي، امسحيها فيا انا المره دي. ما فيهاش الكلام دي. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمه. ولمس امي اعطاله رقبته. ابوس ايديكوا بلاش فضايح. وانت يا مراد خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيره دي بس؟ هو انت مش عارفه سميحه وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عين. انت وهو مراتك غلطت واتربت، واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتها. احنا في بيتك يا شاهين بيه. خلاص بقى يا سميحه، دول برضه ضيوف. شور يابا، واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما اقول لك بقى. اهلا يا حاج. اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خطوة رب يا ساتر. خطوة عزيزة يا حاج. ازيك؟ والنبي يا حاج انا عايزة اقول لك على حاجة. وحياة حبيبك المصطفى اللي انت ملست على بابه. عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على كامل النور محمد. تكلم الحاج فواز قول له البيت من بعده ضلمة ونسوانه كل واحدة فيهم دمعتها ما نشتتش من على خدها من يومها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. هو مش ممكن كده يعني، حرام يفضل سايب نسوانه وعياله وبيته. امال يا اخواتي حج ازاي وبيعرف ربنا ازاي؟ برطعمي تقولي ايه يا وليه انت؟ روح اعمل لك العصير. اديني لو انت شبه طار البطريق. دلال ازيك يا بنتي؟ طمنيني عليكي. كان اولى جوزي هو اللي يطمن عليا يا عم الحج. ان شاء الله يا بنتي بكره الامور تهدى والتعكر يصفى. اقعدي يا بنتي. اقعدي انتي مش حامل الوقفه دي. جوزي فين يا عم الحاج؟ فين فواز؟ يا ريتك يا بنتي تقولي لي يا بابا الحاج زي اخواتك هنا ما بيقولولي. واذا كان على فواز يا ستي سافر لبنان، عنده شغل هناك، وان شاء الله لما يرجع كل شيء هيتصلح. يا بابا الحاج انت اكتر واحد عارفني في البيت ده كله، وعارف انا ايه كويس قوي. وانا ما وافقتش على الجوازه دي ولا على ظروفها غير لما عرفتك انت الاول، وشفت حنانك عليا وطيبه قلبك. قلت هي العيله دي اللي بجد هترجع لي عمري اللي راح قبل كده. عمر ايه يا ام عمر؟ انت يا بنت انت لسه عود اخضر. الدنيا اللي راحت ولا جت عليه، سيب الكلام ده للعواجيز اللي زي حالتنا. واذا كان يا ست على فواز، فواز جوزك مفيش اطيب من قلبه. وانتي لو لفيتي الدنيا كلها على كعوب رجليكي مش هتلاقي حد يهنيكي ولا يدلعك زي فواز. الدلع والهنا اللي انت بتتكلم عنهم دول كانوا القشره البرانيه، لكن اول ما القشره دي بانت كل حاجه ظهرت على حقيقتها. فواز اول ما عرف ان انا حامل يا حاج ساب لنا البيت كلنا وطفش وهنك. اها ما تدخليش عيشه في ام الخير ومال. الله الله الله، مش معنى ان فواز سافر يبقى سافر زعلان وهج عشان انت حامل. امال مشي ليه يا حاج من غير ما يطمن عليا؟ يمكن يا بنتي واخد على خاطره شويه، يمكن. ويمكن يا ستي كان عاوز يتدلع معاكي حبتين قبل دوشه العيال، محدش عارف. ومع ذلك يا بنتي كل شيء نصيب، واللي رايده ربنا محدش يقدر يقف قصاده ابدا. يا ريتك يا حاجة تبقى تقول لابنك الكلمتين دول، يمكن يرتجع.
سافر؟ سافر راح فين يا ولية؟ ومين قالك انه سافر؟ وانت عرفتي ازاي؟ ما تطلعي ولا انت شايفك تالي؟ يا ستي وانت مدياني فرصة عشان اتكلم؟ ما بالراحة. حاضر بالراحة انطقي. أصل سمعت الحج منعم ايوه بيقول للفردة الجديدة فردة. ما تحسني بنفسك يا ولية، شايفانا جزم قدامك. لا يا ستي ما اقصدش، انا اقصد الست دلال كان بيقول لها انه في لبنان. لبنان تاني ليه؟ والله افتكر يعني هو ممكن رح يجيب واحده جديده لبنانيه. وحيد تصدقي ان انا اللي هجيب لك ست شهور في القناطر؟ غوري من وشي يا جزمه إيه عشان انا مش طايقاكي وهعيد الدنيا كلها تتنطط في وشي. ايه وما دروش على الحمار هيشطروا على البردعه يا ستي. حمار مين ده يا ولية؟ انا اللي بيندهوا عليه بره. ده انتوا عيله تشيل. يلا غوري من وشي يا جزمه يا معفنه. تاني يا حاج لبنان، يا ترى هتجيب لي ايه منها المره دي؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. حرما يا حاجه جمع ان شاء الله يا انهار، وقبل كده يا رب ما نصلي مع بعض في الحرم ان شاء الله قريب. يا اختي انت على طول رايقه كده ولا في دماغك اي حاجه بتحصل؟ ايه يا انهار مالك يا اختي؟ في ايه؟ شكلك كده متعصب وداخله مدخنه. مدخنه؟ فين المنكوسه الثالثه؟ اه سميحه راحت تزور ابوها يا حبيبتي. ليه هو في حاجه؟ لا ولا حاجه. الحاج فواز ماله؟ الحاج سافر لبنان. لبنان تاني؟ وابا الحاج تحت جاي يشوف طلباتنا ايه. هي رجلي رجعت على لبنان تاني ولا ايه يا اختي؟ اه يا هدى يا اختي مش عارفه ناوي على ايه الراجل ده. مش يتحدى شويه؟ مش يتحدى علشان نهدى بقى ونرتاح؟ وبعدين ناوي يعمل ايه تاني؟ ما خلاص ما بقينا اربعه، يعني لو ناوي يعملها تاني طب تيجي ازاي؟ ما تجيش ما تجيش يا حد. يا اختي ما تجيش، ربنا يستر يا اختي، ربنا يجيب الحوايج سليمه يا رب. ايوه كده هنا احسن من المكان التاني ده. ليه ماله مكان التاني؟ عشان باب يعني فيها ايه؟ عادي انت كنت مستغرب نفسك هناك قوي. مش شبهك خالص. مش شبهي؟ مش شبهي ليه؟ وانا عامله ازاي والمكان عامل ازاي يعني؟ المكان حاجه وانت حاجه تانية خالص. ده على اساس ان انا بتاعت مشاكل وقضايا ومبادئ وكده، والمكان كان فيه ناس بتغني وبتشرب وبترقص. يعني انتوا الاتنين عكس بعض، بس المكان ده احلى يعني، ده هادي كده رومانسي ونعم. هو انت يعني شايف الكاس ما بفارقش ايدي ولا ايه؟ لا استغفر الله العظيم الكلام. بص يا فواز احنا كنا سهرانين ومبسوطين، وعادي ان الواحد ساعات يحتاج انه يغير جو ويبسط. يبقى انا بقى اللي شكلي غريب على المكان ده. طب انت ليه مركز مع الشكل كده؟ المهم المضمون. قول لي بقى انت مبسوط دلوقتي ولا مش مبسوط؟ انسى الصراحه. انا مبسوط جدا لاني كل ما ببص حواليا
المنظر اللي انا شايفه ده بيخليني احس ان انا فكرت صح، وان الثواب اللي هكسبه في البلد دي اكبر بكتير من اي خساره ماديه ممكن تحصل. مش فاهمه يعني. فاهمك، ربنا سبحانه وتعالى خلق الجمال عشان يتصان، مش يتجرح كده من عين كل من هب ودب. واللي انا شايفه هنا وشوش بسم الله ما شاء الله زي البدر ليله كماله، ما تقدرش غير انك تسمي وتقول بسم الله وسبحان الله ما شاء الله من الجمال. انا بقى يوم ما اشوف واحده من دول، اي واحده ان شاء الله مدرعه اللي ورايا دي، يوم ما اشوفها لابسه طرحه الصياد ابقى انا كده كسبت كتير قوي. فهمتي؟ عارف يا فواز سر الجمال اللي انت شايفه هنا ده ايه؟ سر الجمال ده ان الناس في البلاد دي عارفوا قيمه الحياه من كتر الموت اللي شافوه. موت؟ ايوه، 15 سنة حرب وموت ووجع قلب، حاجة مش سهلة خالص، ممكن تقتل وسط أي بلد، بس هم عرفوا يعيشوا وكأن الموت كان عندهم حافز للحياة. حلوة طلعت الناد، حلوة طلعت الناد. هو يسافر من هنا وانا يطلع عيني هنا بقى، ما بين بيت ومحلات والمصنع والشركة. بكرة كمان لازم اصحى بدري عشان اروح لعمر الجامعة، انا وعدته ولازم اكون معاه. الهي يا رب يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا. والله يا منعم ما انا لاقي كلام اقوله لك قدام اللي بتعمله معايا ومع ولادي. تتبيع احسنات دول ولادي. صحيح طلعي فلوس من اللي هنا عشان لو احتاج حاجة بكرة. يا منعم انا شايفة انك انت تحط فلوسك في البنك بدل ما انت شايلهم كده في البيت وفي المحل. اقولك يا حسنات، احنا مالناش في البنوك ولا في غيره. يعني انت عايز تفهمني ان الحاج بجلالة قدر وابنك بفلوسه دي كلها سايبها في البيت؟ امال البنوك معمولة لمين؟ مش للي زيه؟ لا طبعا يا بنت الناس، في فلوس في البنوك لتدوير الشغل واللازم منه، انما الفلوس اللي بجد بجد بنشيلها في البيوت، وربنا يكفينا شر الشبهات. الفطور بقى خلينا ننام عشان نلحق نصحى بدري. يلا. حاضر. ايوه جاي بس على سيجا ديكو. انت عايز تودينا في ولا انت كمان؟ يخرب بيت صوتك العالي، الناس معانا وشايفانا. ازيك يا ابو عاشور؟ واقول فكك من عاشور ووائل، يعني انت اللي بتقول كلام يفور دم وعايز نسكت؟ انت عندك دم من اساسه عشان يفور؟ انت بغباءك ده هتودينا في داهيه اترزع. وانت اللي هتودينا السيما يعني بكلامك ده؟ ما انت هتودينا في 60 داهيه. يا ابني لم لسانك الزلف ده اقطعهولك. عايزك تغلط مره وتفهم يا شعبان. احنا ضيعنا وقت كبير قوي مع الاسم مسلم ده وطلعنا بشويه ملاليم وخلاص. استعوضنا ربنا وقلنا عوضنا عليك يا رب. بعد اللي انا سمعته وسافر الحاج فواز، يبقى الفرصه جت لنا عشان نرجع حقنا. يا سلام، ولما نتكشف ونخسر كل حاجه يا تسوقي يا غبي. لا ما دام الترتيب اللي هنا 100 100 يبقى هنبقى في السليم.
طب افرض الحاج فواز بقى يا معلم. فواز مسافر. سيه ده وطي صوتك هتفضحنا. انا عايزك تجمد قلبك معايا يا شعبان. ما بلاش يا تسوي. شعبان انت معايا ولا لا؟ معاك يا موتة ولا اكتر. هجيب لك شاي بحليب وباكو بسكوت. اتفضل دقيقتين بالظبط والسندوتشات بس. بعد اذنك يا باشا محفوظ. بعد اذنك. بعد اذنك يا نيسان محفوظ. بعد اذنك عود يا رجال عود. انت يا ابني انت والله هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ هي من اولها الخدمه زباله؟ قاعدين نجرب العك اللي انتوا بتهببوه. استنى انت يعني استنى. طب خلي بالك عشان شكله عايز يضرب كرسي في الكلوب. عمرو سيبه دلوقتي هيزهق ويمشي. فيه حسن النهارده مجرد احتفال، لو عايز اي حاجه احنا تحت امرك، مش عايز اتفضل اقعد في مكان تاني. انت قعدني على مزاجك يا متر انت ولا نص متر؟ وبعدين معاك يا جدع انت لازم احترم نفسك من فضلك. انا عملت له حاجه، انا قاعد زي اسبو. طب يلا من هنا. انت بتضربني كمان شاهدين جاي ادفعه بيطردني يبقى يستاهل ايه؟ نلعب دماغه. خشي يا حياتي، خشي يا بنتي، خشي. انا قصدت اجيبك وجوزك مش هنا عشان لما يرجع يلاقيكي. يلا افردي وشك بقى. بقول لك ايه يا ابني؟ انا ساكته وحاطه 100 جزمه في بقي عشان ما ازعلكش ولا ارد لك كلمه، لكن حكايه افرد وشي دي بقى مش هقدر. كفايه قوي انك كسرتني وخليتني ارجع واقفه يا قمر عيش. يا بنتي ما تبقيش هبله امال. دي الست مهما كان لها من اهل وناس في الاخر مالهاش الا جوزها وبس، صدقيني. وانا قلت الكام يوم اللي فاتوا دول كفايه قوي عشان يعرف قيمتك ويتعدل. بأمرت ما جه جري عشان يصالحني. يوه يا حياه بقى، يا البت اللي كانت هنا دي راحت فين؟ ما تخليها تعمل لنا شاي. سماح؟ ده انا نسيتها دي كمان، استنى كده اما ابص عليها. سماح بت يا سماح. سماح يا سماح. سماح هي بنتي القتيه؟ ايه ده؟ لا باين عليها مشيت يابا. مشيت؟ احسن برضو عشان تبقوا براحتكم. طب كنت خلتني اجيب العيال، مش هيهون عليا بات من غيرهم. يوه يا حياتي، ما انا قلت لك يا بنتي هجيبهم لك بكره. الليله دي انا عاوزك تبقي جوزك وبس، مش عاوزكم تشوفوا الا بعض عشان الفلوس تصفى وربنا يهدي. هدى في ايه يا ست هدى؟ كفى الله الشر. ما تقولي لي يا اختي فيكي حاجه، رايحه على فين؟ خدي الشنطه وحطيها في العربيه اللي مستنيه بره. ما فيش عربيه، العربيه مع الست سميحه والست انهار. في تاكسي مستني بره، حطي فيه الشنطه يا زينب. تاكسي ايه بس يا اخواتي، هي فره وشيطه على الكل. انت سايبه البيت ولا ايه هدى؟ في ايه مالك؟ ماما كانت بتعيط كتير قوي يا ماما دلال. بنت مش عايزه اسمع صوتك. في يا ماما؟ حضرتك كنت بتعيطي برضو. خدي اختك واستنوني بره. يلا وحياتك يا ماما دلال، ما تخليش ماما تعيط تاني. حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا خدي اختك وطلعي استنوها بره اسمعوا الكلام. استني يا هدى، وانت سايبه البيت فعلا ولا ايه؟ وقع البلا ولا انتظاره. بلا بلا هي يا اختي؟ قصدك ايه؟ ما تفهميني يا هدى. انا خلاص تعبت من كتر الكوابيس اللي بشوفها واعصابي باظت من كتر الخوف والانتظار، وصليت 100 استخاره لحد ما في الاخر لقيت نفسي بلم الشنط واخده العيال في ايدي ورايحه على بيت امي. ليه يا هدى؟ ليه يا هدى انت مقزمها على نفسك كده ليه يا اختي؟ ما اللي حصل لك حصل لنا كلنا، ايه اللي اختلف يعني؟ عشان كل اللي حصل كان غلط، وكل اللي اتفقوا عليه كان لمصلحتهم وضدي. ما كانش ينفع تبقي حامل يا دلال. ايوه ما كانش ينفع خالص تبقي حامل. انت قصدك ايه؟ ما تاخديش في بالك، دي هلفطه فارغه. انا امي تعبانه قوي واخواتي عيال صغيرين مش هعرفوا يرعوها، ولازم اكون جنبها دلوقتي. استني يا هدى،
هو انت هتمشي كده من غير حتى ما تستأذني لحد؟ القضاء ما بيستناش حد، أمي بتموت ومش هقدر أسيبها أكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، أيوة يابا إزيك؟ معلش، أصلي كنت باخد دش وبعيد عن التليفون. لا لسه ما جاش لحد دلوقتي، مش عارفة ليه. أنا دخلت غفلت شوية وصحيت لقيته برضو لسه ما جاش. لا يابا، ما مرضتش أكلمه، قلت أعملها له مفاجأة زي ما أنت قلت لي. سماح؟ لا ما رجعي. إيه ده؟ بقولك إيه يابا، والنبي استنى بس ثانيه واحده، هبص على حاجه كده وارجع لك على طول. اوعى تقفل، عاوزاك ضروري. ثانيه واحده. فلوس يا بنت الحراميه. شفتي المصيبة اللي حلت على دماغي يا خالتي؟
فين ابويا؟ يابا خير يا بنتي؟ انا يا دوب هلبس وجايلك. ما انا ما قدرتش استنى بقى، البنت اللي قويتها وحماتها تعمل فيا كده تسرقني. طب يا بنتي بالهداوه، انت كده قلبك هيقف. يا خالتي يا خالتي، انت ما تعرفيش اللي حصل، البنت سرقت فلوس فوات كلها. وجوزك فين؟ مش عارفه، من ساعه ما روحت لسه ما رجعش. ايوه هيكون راح فين يعني؟ انا عارفه بقى يابا. يابا انا مش فيه دلوقتي، انا في البيت اللي سرقتني وهربت، والنعمه لو اديها في 60 داهيه. بس اعرف لها مكان بنت الرفا دي. هي البنت دي مش اللي جابتها لك انهار؟ صحيح، راحت عن بالي دي ازاي؟ بس كده بقى تاهت ولقيناها. بكره نروح لانهار نعرف منها سكتها. بكره ده ايه يابا؟ انا عاوز اروح لها دلوقتي. دلوقتي ازاي يا بنتي المجانين انتي؟ انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ يابا يابا، ما احنا لو استنينا اكتر من كده هتزوق ومش هعرف مكانها. ايه تاني؟ استر يا رب. يبين لها ليله انهار. الو؟ ايوه يا انهار. ايه؟ بتقولي ايه؟ حصل امتى ده؟ طب اهدي اهدي اهدي، خليكوا زي ما انتوا، انا هتصرف، انا جاي لكم. في ايه يا حاج؟ في ايه يابا؟ مصيبه مصيبه. يا ساتر يا رب. في ايه يا عمي؟ وقعت قلبنا، قول لنا حصل ايه يا عم الحاج؟ الحمد لله على السلامة يا ست هانم. علي انت هنا؟ انا دخت عليك اتصالات من امبارح، انت كنت فين ومال موبايلك؟ ماله موبايلي؟ ما هو زي الفل اهو. على فكرة انا جيت امبارح واستنيتك كتير. لا والله، جيتي وما لقيتنيش، زهقتي خدت بعضك ورحت على بيت ابوك، صح؟ طبعا عندك حق تتريق، ما انت ما تعرفش اللي حصل من امبارح، انا دمي محروق من الصبح. انت يا هانم اللي دمك محروق ولا انا اللي دمي محروق من يوم ما سبت البيت؟ ها؟ عايزه ترجعي البيت تاني تلاقيني قاعد مستنيك وحاطط ايدي على خدي على ما تاخدي الاذن من ابوكي واخوكي عشان ترجعي بيتك. في ايه بس يا علي؟ حلمك عليا شويه، مش تعرف الاول اللي حصل؟ يا ستي مش عاوز اعرف حاجه. انت شفت سماح اخر مره امتى؟ سماح؟ ايش دخل سماح دلوقتي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ ما تخلينا في موضوعنا. البت سابت البيت وطفشت. ما تروح في 60 داهيه، هعمل لها ايه وانت عاوزه منها ايه؟ ما هو مش حكايه طفشان وبس. امال حصل ايه تاني؟ البت دي طولت وسرقت. سرقت ايه؟ فلوس. فلوس كان فواز اخويا شايلها معايا. فلوس؟ فلوس ايه؟ ده غير المصايب اللي نزلت ريف، حراميه دخلوا على بيت فواز وقلبوه. لا حول ولا قوة الا بالله. وعندك ثلاثة عينات مع واحد فندق. الحمد لله ربنا ستر. شفت اخر افكارك السودا كانت هتعمل فينا ايه؟ كانت هتحط في ايدينا الاساور وتلف حوالين رقبتنا حبل المشنقه. يا كابتن صوت الجحش ده، شوفوهمش هما بيتقلوا وشوفوهم هما بيتعاتبوا. ها؟ بقول لك ايه؟ انا من ساعتها وانا رقبي عماله تخبط في بعض، والنوم طاير من عينيا ومش عارف افكر اساسا. فعلا ربنا استرها معانا. احنا كنا رايحين في جيرينيه، ربنا اكرمنا وبينا في التراسينا. ولحد امتى بقى هيفضل ساترها معانا؟ احنا نقفل بقى على الموضوع ده خالص ونفكنا منه. يعني ايه يا شعبان؟ حقنا حق ابونا. هو كده قليل البخت يعض الكلب في المولد. بعدين احنا اساسا كنا محظوظين في ايه عشان نلاقي بختنا في الموضوع ده؟ فكك بقى من الحوار ده، بدل ما نلاقي نفسنا روحنا كلبوش. حتى سليم نشر، سليم نشر بينفض لي. احسن احنا نبوس ايدينا وش وظهر ونفكنا بقى. فعلا هنهدى اليومين الجايين دول، لازم نهدى. شوف الدنيا هتاخدنا على فين؟ محدش عارف. كان ربنا غير الحال في الحال وفي اي حال. ايه؟ يا رب ارحمني. يا رب ارحمني من الغباء واسترها معانا. شوف لنا يا ابني حاجه نشربها. اهو. شوف لنا يا ابني حاجه نشربها. مش بقول لك غبي؟ غبي. يا ساتر. الحقيقه يا جماعه، هيدا الزلم محيرني. كانه عامل حجاب على شغله. ندخل له من الباب بيطلع من الشباك. رزق بجري. بإيده بيمسك التراب بيصير ذهب. آه
يبقى انت اكيد عرفت اللي عمله ببيروت. انتوا عارفين انه انا بعد فضيحه افلاسي ما راحت على بيروت، بس في عندي عيون بتراقب كل شيء. شكلك يا سنين بيه عايز تقول حاجه محدده. الحقيقه انا فكرت كتير وما لقيت قدامنا غير حل واحد عشان نخلص منه للابد. ايه هو؟ البنات الفاتنات، حواء، المرأة. ستات؟ ستات ايه يا سليم بيه؟ انت عايز تفكر زي الافلام وتحط له في سكته واحدة ست والكلام ده؟ احنا ما راح نحط له لانه في عنده كتير. يا سليم بيه لو سمحت وضح. فواز وهو ببيروت في معه بنت مثل القمر لازقت له ليل ونهار، وعيون اللي بتراقبه قالت لي مين هي، وانا بعدين عرفت عنها كل شيء، وهيدي حتكون الطعم اللي حنصطادوا فيه. حواء تكتب نهاية الصياد. انا بحس كأنك حتة مني، حتة مني، اكتر واحدة في الدنيا بتفهمني، بتحسني، اختي. لا هأشعر. لا ما اقصدش اختي، اختي يعني مش حياتي يعني، بس عارفة عارفة. وبعدين هنقول امتى اللي احنا عاوزينه؟ هنقول ايه؟ انت عاوز ايه؟ انا اصلي قابلت واحدة ولقيتها عجباني ولقيت نفسي بتقدم لها عشان اتجوزها. ده امتى ده يا اخويا حصل؟ في حاجة يا نار؟ لا يا اخويا حقك، هو حد يقدر يقول لك حاجة؟ سبحان الله، انا بس مش عايز حد يعرف حاجة الا من الموضوع ده يحصل. طبعا يا اخويا، واللي تؤمر بيه كله يحصل. الحمد لله. بس على الله بقى تبقى جايب لنا حاجه عدله، مش واحده موكوسه. لبنانيه من لبنان، شبه اللي بتشوفيهم في المسلسلات دي ليل نهار دي. روبي اللهم اني صايم. الله، ده انت بقيت دولي يا حاج. لا بس المحلي مفيش احلى منه برضو، انت جوه قلبي. ربنا ينولك كل اللي بتتمناه يا حاج. امين يا رب. اقوم بقى انا عشان الفطار. ما تنسيش تبعتي لي جيبي صوبيا والنبي يا نار. هو الذي كفى. بس يا عن امك بقى، بس بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مال الواد؟ صعبان عليه اللي انت عامله في امه. انت اللي عمل فيكي كده؟ طبعا، ما هو انت لو كنت بتسال كنت عرفت. بس ازاي انت عامل نفسك مقموص من ساعه ما جيت وما بتسالش فيا؟ الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. مش هنعيده تاني. مين اللي عمل فيكي كده يا سميحه؟ العقربه اللي انت رامي نفسك في حضنها ليل ونهار وكارفني ورميني رميه الكلابه. انت بتضحك ليه دلوقتي؟ انت عايز تستفزني وخلاص؟ انت مش ملاحظه ان الواد سكت ودراعك اتصلح وشوحتي بيه؟ شو بقى؟ طب اهو بقى، اهو اهو بقى. ربي بقى بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انت عارفه انك ما تهونيش عليا. ما هو انت يا اخويا واللي كان كان هنت يا عبيطه. ده انت الضحكه اللي بستناها ما بدخل البيت. ده خفه دمك وشقاوتك دول والعسل اللي بيطلع من بقك ده بيخفف على الواحد اي حاجه وحشه تحصل له طول اليوم. وطبعا انت عارفه وفاهمه الكلام ده كويس، عشان كده شايفه نفسك عليا. ما هو انتوا كده، اما الواحده فيكوا تعرف ان جوزها ما يستغناش عنها تقوم تعمل فيه كده. هو انا عملت حاجه؟ حرماني، حرماني من ضحكتك الحلوه. صحيح يا فواز، ما تقدرش تستغنى عني برضه؟ بتسالي؟ لا اله الا الله، وانا اللي بقول سميحه دي ايه؟ لماحه بتلبح الحاجه قبل ما تطير. حقك يا حاج، لو كنت زعلت. ما بعرفش ازعل منك. يلا قومي ننزل نفطر، وليكي عليا بعد الفطار هاخدك واخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه. صحيح يا حاج. مش بس كده تقالي، ده انا هوديكي تشربي الفخفخينه اللي بتحبيها. هتشربي فخفخينه بجد؟ اللهم اني صايم. اتهدي بقى، اتهدي، ده دم لسه ما ادانش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحيح يا حاج، هتخليني ازور امي؟ يا سلام طبعا، وتشوفي اخواتك وتجيبي لهم لبس العيد والكحك والبسكويت. هي مش دي الاصول ولا ايه؟ طول عمرك صاحب واجب وما تفوتكش حاجه ابدا. يا سلام يا هدى، يا
الراحة اللي بحسها في الأوضة دي دون عن أي أوضة تانية. انت عاملة لي عمل ولا قارية عليها ولا انت عاملة ايه انت؟ بدعي لك يا حبيبي، بدعي لك ان ربنا ينصفك ويريح بالك. يا ودع، يا راحة البال دي تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا ينولها لك يا حاج وما يحرمك منها ابدا. بس يا حاج احنا هنلحق نجيب كل الحاجات دي النهارده؟ هنلف وربنا يعدلها. ده الولاد هيفرحوا قوي يا حاج، انت عارف دول بيستنوها من سنه للسنه. وانت يا ودع؟ انا ايه يا حاج؟ ما تستنيش لمتنا سوا. انا طول الوقت مستنياك يا حاج. الله الله عليك يا ابو قلب ابيض وصافي انت. الأذان يا حاج. اللهم لك صمت على رزقك افطرت. تعبان ومش مستحمل. خلاص انا ما بقتش قادر. ده ايه ده مالك يا راجل فيصتي بدري كده ليه؟ دي ليله عيد والناس كلها سهرانه. اسكت يا سعاد، طول النهار عمال الف على كعابي رايح جاي رايح جاي لحد ما استويت. يا راجل يوه، بطل صلبطه وامطش وشك بشويه ميه وانت تفوق، دي الليله سهره صباح. يا سعاد حرام عليك، انا هموت وانام. وسيبني في ليله زي دي، ده برضه اسمه كلام؟ ده حتى تبقى عيبه كبيره في حقك. سعاد انا جتتي مش خالصه. يوه مالك يا راجل، ما انتش على بعضك كده ليه؟ حبيبي بقى سعاد بقى شحاته. يوه يا شحاته. يعني ما وحشكش السهر معايا؟ بس بصراحه سعاد ركبي مخلعه ومفاصلي سايبه. بس كده هرمي لك عظمك باكله تصلب طولك. يا راجل هو انت شطبتي ولا ايه؟ اصل سعاد ظهري قافش وكعابي ايضا نار. بس كده يا كوكو، حطها في شويه ميه وملح وهي طش. بقول لك يا سعاد، هي الليله يعني لازماكي قوي؟ الظهر الليله مش لازماكي يا شحات. مش العباره سعاد، بس هو انت لسه هتبسبس وتخلصنا بقى. انت عارفه يا سعاد ايه؟ انا مش هطص وشي بشويه ميه بس، انا هخش اطص في الدش على طول عشان افوق لليله الصباحي. انشطين وميه عيشتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اسكندرية يا اسكندرية. انا لموني اللي غاروا مني قالوا لي مش عاجبك في يا نهار اسود، ايه ده الجرمة ده؟ يا لهوي ليلتك السودا يا شحاته. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا شحاته؟ كده تستوي تاخد لك لطشه برد. ده انا هاخد فيك 6 اشهر. اللي جاب اخواتك يا سعاد؟ مش قلت لك السهره ليله صباحي؟ لما اخش وسط نفسك في حريم قاعده، وتعالى عشان نلحق لك لقمه وحب ترمس. يلا يا روح يا اخويا كل ترمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا ألف أهلا بكبير الحجاج كلهم. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. أنت اللي تعلان علينا. شايلينك لعوزة، ما أنت سيدي اللي عارفين. تحت أمرك، بس تشرب حاجة ساقعة. لا 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 لا، أنت عارف أنا ماليش فيها، وكمان مفيش وقت. أمرنا يا حاج. نفس التموين بس بحبحها سنة. من عينيا، عايزهم إمتى؟
بكره الصبح شحات هيعدي عليك، ولا كنوش قافلين عشان العيد؟ ما انت عارف يا حاج ما عندناش اجازات. على البركه. ما تنساش بقى الموانع، بس يا ريت تبقى حبوب، بلاش الحاجات الجديده اللي بتشكشك دي وتقلي المزاج يا دكتور. ماشي. سلام. امرني يا حاج، بس كان لازم تشرب حاجه ساقعه. مفيش وقت والله يا دكتور، يا دوب الواحد يريح شويه قبل صلاه العيد. ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. الجميل ده صوتك جميل ما شاء الله يا منعم، شاطر جدح جدح. الصوت ده نعمه من عند ربنا. ربنا بيخص بيها واحد، واحد صوته حلو، واحد شكله حلو، عشان كده لازم نستغله في الصالح مش في الغنى. بس انا ما بعرفش اعمل حاجه تاني. ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ انت ممكن تبني صوتك ده بايات من الذكر الحكيم، تلاقي بقى النعمه تكتر وربنا يحفظك من الشر، مش نستغله ونستهلكه في المغنى والكلام الفاضي. بس انا بحب اغني يا بابا، وزمايلي بيقولوا لي ان صوتي حلو. طب ما الشيخ محمد رفعت كان صوته حلو، كان صوته جميل. الشيخ محمد رفعت ما شاء الله. انما شوف هو كان بيستغل في ايه وانت بتستغله في ايه. ربنا ادى البني ادم نعم كتيره قوي يا منعم، قوي. المفروض بقى يستغلها في الخير في الصالح. حاضر يا بابا. هنضر لك الخير يا حبيب بابا. انا قلت اجي عايد على حماتي وولاد عمي. الحاج قال مش معقول العيد يجي ولا نجيش نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا منعم. تعال تعال يا حبيبي. روح لتيتا روح. ده انت وحشتني قوي. انت كمان يا تيتا وحشتني قوي. ايه واد الجمال ده يا ايه الحلاوه دي؟ ربنا يبارك لك فيها يا حاج. تعيش يا عموره تعيش. هو كمان يموت في خاله، يحب خاله حب. وبقيت خلانه فين صحيح؟ بقيت خلانه مش يجوا يعيدوا على الواد؟ ايوه يا اولاد تعالوا عيدوا على اختكم. اهلا بالرجاله. ايه ده ايه ده؟ مين اللي عمل فيكوا كده؟ اسكت يا واد، تعالى هنا اهو جنبي، تعالى هنا. انا ناقصك اخلص خالص. بسأل ابوك يا حبيبي مين اللي عمل فينا كده؟ جايبنك تفرجوا علينا يا حاج فواز. ليه كده بس يا تسوقي؟ دي ايام مفترضه، وبعدين الضفر ما بيطلعش من اللحم ولا الدم بيبقى ميه. يا سلام، واللي جوزك عمله فينا ده اسمه ايه؟ ما هو عفى الله عما سلف بقى. الله الله. وبعدين هو ربنا خلق الاعياد ليه؟ عشان الناس تعيد على بعض. الله يفتح عليك يا نور ويزيدك من العلم، وعلشان النفوس تتصفى والود اللي اتقطع يتوصل بين الاهل والاقارب والاصدقاء. امير شوفي الحاج ياما جايب لكم ايه عشان العيد. والله ده حلف انه ما يجيب اقل ما بيجيب لنفسه ولا المنعم ولا المنعم الكبير كمان. بصي يا واد البنطلون ده بتاعك بجد. والله يا حاج مش عارف اشكرك ازاي، البنطلون تحفه. تشكرني عليه يا عمور؟ على الله بس يطلع مقاسك. كل سنه وانت طيب. وده يا شعبان هتسوقي. كل سنه وانتم طيبين. اوعوا تقولوا لي بقى انكم كبرتوا على العيديه. يسلم في امك يا فواز يا ابني، خير ما فعلت. طب والله انا كنت هطلب منك انك تصالحهم، بس استحيت من عمايلهم. ما هم برضه اخواتي يا عم. اها، ما هم ولاد اخويا انا كمان، يعني حته مني. انما هنعمل ايه بقى؟ شوف لك صرفه بقى مع ابوك يا فواز. مش راضي اخويا يجي يقعد عندي بدل قعدته لوحده دي.
ومش هحططني معاه عشان اعمل له لقمه ولا نضف له هدمه. يا اختي كان من باب اولى يجي يقعد عندي انا، ما هو على يدك يا اما بوست ايده ورجله عشان يجي، هو اللي مش راضي. لو قدرتوا تشيلوا الحيطان دي خدوها وانا اجي معاكم. يا اولاد انا حته من البيت ده، والعظمه ما بتستريحش الا على فرشته. ده بيت العيله، ريحه الايام الحلوه ونفس امكم في كل ركن فيه، وانا بقى مش خارج منه الا على ظهري. الف بعد الشر عليك يا حاج، اديك طول العمر. ربنا يكرمك يا فواز يا ابني، ده بس عشان تريحوا نفسكم وتريحوني بقى. خلاص ماشي يا عم، الذكريات خليك على راحتك. انا هاجي اقعد معاك هنا يا جدو. يا سلام، دي الدنيا كلها تنور يا حبيب جدو. قوم قوم يا حبيبي، تعالى في حضني، وحشتيني، تعالى. ايه ده؟ بقول لك ايه انهار، انا يا اختي حجزت الواد ده ومهره عندي. ليه؟ هما في المستقبل العروسه هي اللي هتدفع المهر للعريس؟ امال دول بقى اكتر من الهم على القلب. وبعدين ده ابن الحاج فواز، يعني يتقل بالذهب. نعيش يا حياتي، ربنا يخليكي، كلامك دايما حلو زي العسل ده. والنبي يا اخويا تقول له يمكن يحس. ايه انت هتقلبي عليا ولا ايه يا حياتي؟ انا عملت ايه؟ لا يعني ما بسمع منه كلمه حلوه كده ولا كده. الله 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 الله، ايه يا علاج زوجتي انت؟ لا لا والله، عايز اقول لك على حاجه، انا بقول كلام وكلام كويس قوي وكتير قوي، بس بتنسى. اه يبقى حسن خطك. بقول لك ايه يا انهار، بذمتك اخويا بيقول لك كلام حلو ولا ما بيقولش؟ بيقول يا اختي، مشكلتي انه بيقول بزياده. في حاجه يا انهار؟ لا يا اخويا قول براحتك. طب قومي قومي يا اختي احكي لي، لحسن انا قربت انسى. لا ده انا هفكرك قوي، تعالي. ما تقوليش كل حاجه يا انهار. يا عم في البتاع ده بقى، واحنا ناقصين دوشة يا فواز. خلاص بقى يا حاج، لا ما تلمهمش علينا، ما صدقنا ريحنا دماغنا. يا اخي الستات دول ما بتملاش عنهم حاجة. بالعكس، دول اطيب من الطيابة واغلب من الغلابة. كلمتين بس كده حلوين، ثلاثة، طول بالك بس، هتاخدها تحت جناحك وتريح لك الجمجمة. بس انتوا بالكوا مش طويل، اسألنا انا. ادينا بنتعلم منك يا حاج فواز. لا متعلمش منه حاجة إلا ده. ها؟ ده أنت جوز بنتي، أصبح لقيك متجوز عليها أعلقك. وفي عاقل يكررها تاني برضه يا حاج منعم. شاكرين يا أستاذ علي. لا أنا ما أقصدش، يعني أنا بتكلم على اللي كررها تاني. أنت كررتها أكتر من مرة. تاني. ربنا يهدي. تعبني آخر تعب. مخرط على قلبي ولا ميت بصل. ليه يا اختي؟ عرفتي حاجه ولا ايه؟ لا 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 ولا حاجه. انهار شكلك مخبيه عني حاجه. يا نهى خدي منعم يا حبيبتي واطلعوا العبوا بره شويه. ها ايه الحكايه؟ انت عارفه ان الواحده مننا في كلام كده ما ينفعش تقوله، بس معاك انت ما بقدرش اخبي عنك حاجه، بحس انك مرايتي. في ايه يا انهار؟ قلقتيني. تعبت تعبت قوي يا حياتي، دمعتي بقت على طول على خدي، بقيت اخاف يبص عليا ولا يشوفني يلمحني، بقيت على طول بجري على الحمام عشان اغسل وشي. وما بتخنق قوي وبتكبت بقوم ماسكه البت سميحه فقعها علقه مطلعه فيها القديم والجديد، عامله فيها جامده. أمسك نفسي وأنا من جوه خربانة. يا لهوي، مالك يا حبيبتي؟ هو مزعلك ولا إيه؟ لا يا أختي، طقم الحنية اللي نازل بيه علينا اليومين دول ملوش زي، ما في واحدة نفسها في حاجة إلا وراح وعملها. أنت كده طول عمرك تتبطري عن نعمة. بطر بطر أتبطر على يا بت. أمال ده اسمه إيه يا أختي إن شاء الله؟ ده اسمه الذل. ذل؟ يا نهار، مش بقول لك يلا عندي شغل. يلا يا أخويا يلا يا اخويا، فين شنطتي؟ برا يا شنطتك برا. يلا عايزه حاجه حياتي؟ الله يخليك يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام. بطر يا انهار، بنت اتهبلت ولا ايه؟ مش معقول، تحفه يا فواز، ما كنت عارفه ذوقك هالقد حلو. فرشيني فرشيني، والله كتير حلو، يسلموا. شكلها حلو كتير وغا
غالي الديل. بقولنا بقى من زمان الغالي يرخص لنا. دخيلك انت بلاها هالكلمة احسن ما تطلع باسمك ومع شوفيرة كمان. والله عسل مهضومة. وديلي عارفك؟ تعرف انا كنت ناوي ابرم وجهي عليك لانه المفروض انه انا اللي انزل نقي الشبكة معك، بس شفت ذوقك هالقد حلو خلص سامح. طب الحمد لله جات سليمة المرة دي وعدت. وين بدك تعمل عرس يا فواز؟ عرس مين؟ قصدها يعني الفرح. فرح؟ احنا ما اتفقناش على فرح. والله بدك ياني اتجوز هيك عالسكت؟ ليش؟ بشعة ولا فاكهة ولا عورة؟ بشعة ايه وفاكهة ايه؟ ده انت فاكهة حياتي كلها. ايه بتقولي الكلام ده حبيبتي؟ بعدين ما احنا كده كده رايحين لبنان شهر عسل. ايه وشو خص هي به؟ ما خصنا انا بدل اثنين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما تتكلمي عن مسلين. بيني وبينك يا ابني يا فواز، هيدي الليله بتبقى ليله العمر بالنسبه لكل بنت. بعدين انا من طريق استعجالك قلت اكيد حاجز بفندق 7 ستار. فندق 7 ستار ايه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. ما ينفعش خالص ليش؟ او ما ينفعش وخلاص. ما بيصير هيك، هي اول فرحتنا. ايه وانا مش رح اتجوز بلا فرح وزفه. حلو نقاط هنا تاهت والقيناها. انت مش عايزه فرح وزفه وجو من ده؟ بره على البركه. احنا هنعمل فرح جميل جدا جدا جدا، بس مش هنا. طيب وين؟ في لبنان. لبنان بقى صحباتك اللي كانوا معاكي من ايام المدرسه كله يجي الفرح، وبكده ابقى عداني العيب وبما يرضي الله. ماشي يا فواز. يا حاج. الحمد لله خير. يا بنت ما تبقيش عبيط النهار ونخرب من اول قلم كده. انت عايشه في وسط عارف، يعني لازم تربي ضوافرك وتسنيها عشان تعرفي تخربيش وتاخدي حقك. الدره مره ولو دايبه في العسل، يعني ما يضحكوش عليكي بضحكه حلوه في وشك ولا كلمه متعصب الاوانطه. فتحي مخك وفنجلي عينيكي. اسمع كلامهم، ام قنطاحه لا يرقب مصمص الشفايف ما تجيبش نتيجه في الحاجات اللي زي دي. لازم توقفي وريهم انك واقفه وجامده، واللي يسكعك قلم اديله 10 بس بلطافه من غير ما حد يمسك عليك حاجه. كل غربال جديد وله شده، وانت الجديده يعني وترك لسه مشدود في قلب جوزك. اوعي تسيبيهم يتعلقوا بيه ويقلشوك انت. وخد بالك هو دلوقتي في رهن اشاره رضا منك. اللي عرفانه بقى والشطاره انك تخلي رهن الاشاره دي على طول. يعني شوية دلع على شوية مسكنة مع دمعتين عند اللزوم، على ضحكة حلوة في وقتها تقدري تاخدي تحت باطك ويبقى خاتم في صباعك. ما عندكوش مانجا؟ عندكم. سلامتك سلامتك، من أعمالكم صلت عليكم. انت بتشمت فيا؟ ماشي اشمت اشمت. انا تقول لي بركاتك يا ابو سميحه؟ ايوه. بص منظرك كان يفطس من الضحك، فكرتني بيه. الله في سماه لو اوريهم هما الثلاثه. يا ابني الراجل لهبل بس اللي يفتكر انه يقدر على مكر الحريم. ده ربنا سبحانه وتعالى قالها ان كيدهن عظيم. صدق الله العظيم. والعيال ولاد الكلب متسلطين عليا؟ طبعا مش بيدافعوا عن امهاتهم. ده زي ما يكون قتلت لهم قتيل. احسن علشان بقى تهدى وتتهدي شويه. قول لي لو تريح لحد امتى؟ والله تعبان جدا مش عارف، حاسس ان انا محتاج الراحه. وبعدين يا ابني الشغل اللي متعطل، الراجل بتاع لبنان اللي واصل ده، المول اللي عمالين تأجله افتتاحه كل شوية. والله ما انا قادر اتحرك يا حاج، ظهري مش قادر افرده. البنت كانت بتغرق في المية، شربت مية حمام السباحة.
انا جيت شفت المنظر بتموت، رحت طاير نازل في الميه، نزلت قاعد. ولا يهمك يا ابني، تعيش وتاخد غيرها. إيه؟ طيب انا هقوم بقى اوصل لسايبك، شكلهم جايين ناويين على بيات، الحق اروحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دودو هيكون اغمى عليكي تاني. يا روح دلالة انا في الحمام، اديني بس 5 دقايق وخارجه لك على طول. 10 يا روح، براحتك خالص. لا يا نهار، كوباية العصير بقى واللي بالي بالك. يلا اوعى تغلط يا نهار. ماشي سلام يا حبيبتي. برضه هتعملوا اللي هو عايزه؟ عندك حل تاني؟ اديها لها هو يا ستي. هو بعدين يعني ايه حبكت دلوقتي؟ احنا في عز الضغط، ما يستنى بالليل ولا خلاص مش قادر. ما تستني يا نهار بدل ما الجنونة تطلع. ما تبعدي عني بدل ما طلع الجنان على طول عليكي. أنا مش عارفة هي بتعمل كده ليه؟ هتستفيد إيه من اللي بتعمله ده؟ وأنا مش عارفة يا أختي أنت إيه اللي مضايقك المرة دي؟ لا هي أول مرة ولا هتكون آخر مرة. يا ستي حرام عليكي، ما إحنا كده بنسهل له اللي هو عايزه، الراجل في الآخر بيعمل اللي هو عايزه. معلش يا أختي، إحنا اللي عودنا الحاج على كده. لا يا حبيبتي، لا، خلينا محددين، أنا عمره ما طلب مني حاجة زي كده ولا يقدر يطلبها لأنه عارف إني مش هعملها له. غانم كتمة الأسرار، القديسة عايشة في دور القديسة، هو بيطلب منها هي بس وهي بتنفذ عشان يبقى راضي عنها. تكذبيش على نفسك يا سميح، كلنا يا أختي بنسعى لرضا الحاج وكلنا بنيجي على كرامتنا عشان خاطره، يعني أنهار مش لوحدها. لا لا يا حبيبتي، أنهار بالذات عايزة تبقى أقرب واحدة للحاج دايما، حتى لو عملت أي حاجة مش في مصلحة أي حد فينا. أنا عارفة الكلام ده من ساعة ما دخلت البيت ده، بس لعلمك ورحمة أمي ما هتسكت لها. انهار يا اختي ما بتعملش حاجه اكتر من اللي احنا بنعمله، وبعدين يا اختي لو الحاج طلب منك ان انت اللي تديها الحبايه كنت هتجري على ملا وشك وتعمليها. جرايه يا ست انت، انت معايا ولا معاه؟ احنا التلاته في الهوا سوا يا سميحه. ده موديل بقى عامل شغل جامد قوي قوي في المناطق الشعبيه. مناطق شعبيه ايه يا شحاته؟ اقول لك بيروت، بيروت تقول لي مناطق شعبيه. ايوه ايوه بيروت. حاضر حاضر فهمت طلبك. حاضر. طب ده عليا يا شحاته، هو المخزن ده مش مدير؟ كل يا حبيبي انت خضتني، بدور على موديل 42 او 43. يا عم شعبان ده ما بيشوفش، شوف له موديل 42 و43. يا دي شعبان اللي مفيش غيره في ام المخزن، روح يا شعبان انت عقل. صبح يا باشا. ادي يا عم 42 43 اهم يا باشا، شايف موديلات اخر تحفه. يا اخ شحاته. شحاته بتفهم علي؟ برجوك انا بدي ملابس بتليق على طبيعه ومناخ البلد عنا. ايوه ايوه حاضر حاضر فهمتك. حاضر حاضر. بص ده بقى موديل عامل شغل جامد قوي 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 مع بنات الجامعه والنوادي وارباب الكافيهات. هيدي الملابس ممكن بتصير عندنا مليح. اوكي شحاته، اعمل لنا حصر بكل انواع الموديلات اللي بالشكل ده، وهات لنا منها عينات واحنا نشتغل عليها. حاضر من عيني. شو همتك معانا يا اخ شحاته؟ شحاته شحاته شحاته. منيح اتفضلوا. السلام عليكم. سلام شحاته. شحاته نعم يا ست. سوقي في ايه؟ بقول لك يا شحتوه، ها مين الناس اللي كانت بتتكلم انجليزي دي؟ دول ناس هتصدر لهم شغل ان شاء الله. وايه حكايه بيروت دي؟ هو الحاج هيفتح محل هناك ولا ايه؟
انت مالك يا تسوم؟ تخليك في شغلك ده التاريخ مقاوي. الله مالك انت حمان كده ليه يا عم؟ هو بيطمن على الشغل برضه. اطمنوا الشغل تمام التمام. هنسلكوا بقى عشان الناس مستنياني بره. السلام يا عم مش الحياتك. بقول لك يا ديسكو، انت بتفكر في ايه؟ عشان انا مش عارف افكر اساسا. ده صاحبك يدفع كتير قوي في الخبر ده يا ابني. ليه؟ تصدق صح؟ بس خبر ايه اساسا؟ طب روح 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 يا شعبان، حط حاجات دي. روح يا شعبان روح. طب ما لاني غبي يا ابن الزكية. نهارك اسد وقوم نايل يا سي شاهين. بتقولي انا الكلام ده؟ وقدر لسانك يطوعك وتنطقها غصب عني يا نعمة. الشيطان كان بيلعب بدماغي. الشيطان بيلعب بدماغي لنفسهم ضعيفة وعقولهم صغيرة، وانا بعد اللي انت قلته ده مستحيل اعيش معاك تاني. استني بس يا نعمة، رايحة فين؟ رايحة في 60 دقيقة. استني بس، ما تفهميش الكلام اللي انا قلته غلط. انا كان غرضي، غرضك كان باين من يوم، لكن انا اللي ما كنتش فاهمة. هل وانا اللي كنت فاكراك هتشيلني من على الارض شيل وهطير بيا فوق في السما؟ جيت كسرت قلبي وموت فرحتي جوايا، بس ما كنتش فاهمالك. لكن دلوقتي خلاص فهمت وبانت نيتك. انا ماشية يا سي شاهين وسايبالك البيت. اقعد انت بقى في حضن شيطانك، خليه يغويك ويلعب في دماغك عشان تعرف تقول ان مراتك. نعمة، للدرجة دي مش طايقة ايدي عليكي؟ سيبني اروح لحالي يا سي شاهين. ليه بس سوء الظن اللي فيا ده؟ الكلام ده تقوله لنفسك مش تقوله لي. انا قلتلك كده عشان خايف على اللي جاي، خايف لا يتكتب على ابننا انه يعيش من غير اب. انا كبرت يا نعمة وما عادش فاضل في العمر اللي يكفل تربيته. ما هو ده اللي انا كنت فاهماه في الاول، حتى كان مهون عليا معاملتك السودة ليا. لكن بعد ما طلبت مني ونزل اللي في بطني ملهاش تفسير تاني غير انك شاكك فيا وخايف لا يكون اللي في بطني ده مش ابني. بس كفايه كفايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسي اي حاجه اتقالت، يلا لم هدومك ورجعيهم تاني الدولاب. يا سلام انسى؟ ايوه، اللي اتقال ساعه شيطان لازم يتنسي. أنا هروح أتوضى وأنزل الجامعة أصلي، يمكن ربنا يسامحنا. اللهم سامحنا، اللهم سامحنا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. يا ظهري، يا ظهري، اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. ولسه انت لسه شفتي حاجة؟ يلا يا زينب. معقولة اللي انت ملبساهولي ده يا دلال؟ ايه يا حبيبي مال ده، حتى زي القمر عليك الموف اللي راح ياكل منك حته. صحيح؟ طبعا ومبين سنك كمان. حبيبي عيون حبيبك. رجلي دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي ينفع يشيلني لحد السفرة هناك؟ أشيلك؟ يا بيب تشيلني ولا أنت مش عايز تشيلني؟ هي دي أول مرة يعني ولا دي أول مرة؟ شيل يا حاج شيل، شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعا يا روح قلبي، لا بلاش التسيح ده، ناخد عين. صح، بسم الله بيحرسنا وسايلنا. طب ايه، الحاجة هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ اقدر ان شاء الله، نقدر بعون الله. ها البركة. هوبا على السفرة. دي مش السفرة. يا حلاوتهم. شورت وفانيلا وشالها على ايده في وسط الصلاه قدام الناس كلها، اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوه ملح. وانهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها دشدش 100 حته على الارض. اختي عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعه
يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا. انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزه واحده ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي، مش هي اللي بتقول. اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مت. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يلا يا انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها باسناني. معلش يا سميحه، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخه، تتقطع رقبتها في التحرير. القادره بنت البوابه المعفن اللي عامله نفسها بنت بارنديلو وعماله تتمايز وتتدلع عشان تغيظني وديني لقطع لسانها من اللي غليقه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شويه وان شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيده. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا، ومين عارف هي عماله بتقول له ايه ولا بتسخنه علينا ازاي. بس انا بقول لك اهو، لو ضايقتني مش هسكت لها، هقرقش رقبتها. بالراحه بالراحه يا اختي، تعالي تعالي. ماشي تعالي. معلش عشان خاطر، عشان خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا روحي، خدي من ايديا. انا باكل يا حبيبتي، باكل. كل انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش احبوش. يعني ما بتاكلش يا حاج؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار، حاجه كده. صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم. بالهنا والشفا يا حاج. ايه الرزيه اللي على بقك دي؟ عليا حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي، وانا عاملها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها نهار، مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيتها اصلها ايه حكاية؟ اهلا حبيبي. حبيبتي حبيبتي يا مزه، مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمه كده باذن الله. الملوخيه يا زينب. عادي يا ستي الملوخيه. حلوه بقى. ادت معايا يا سميحه. يا حبيبتي هات. والله يا حاج رحت عليا نومه، انا اسفه جدا والله. خلاص يا بنتي، ما حصلش حاجه لكل ده. اصلا انا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معادك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه ومعاه مرسي مشحته والاستاذ زكي، بقى لهم يجي 3 ساعات. ما انا عارف، وانا جاي مخصوص عشانه. بقول يا حاج، هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. قاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ماشي. ايه ده؟ انت ما صدقتي هتنامي بجد؟ بس هصحي يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضه فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي. ان شاء الله. الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. خليكم قاعدين يا اولاد. اتفضل هنا يا حاج. اتفضل يا حاج. اقعد. الله يكرمك يا حاج. ايه ايه حكايتكم يا اولاد؟ حابسين نفسكم هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكره؟ الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه، لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مريالة. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا نعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك، ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصله حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس الثانيه ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، اهو ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة انه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا اعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وانا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. اصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا اولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا،
وده لا يمكن يحصل إلا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت برا وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها، وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم أفضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا برا بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس، طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم، إن المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل، واضح إن حماسك فعلا زايد قوي لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد، وفواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني ورده له في المدرسة دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا. يعني انتوا متأكدين انه لبناني؟ طبعا متأكدين، بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طبعا كويس كتير، هيدي العملية اللي انا عم بستناها، بدنا نعرف نوع البضاعة والكمية وحتتصدر لمين وامتى حتوصل، هيدي العملية اللي انا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، انت مالك دايس فينا كده كأننا شغالين عندك؟ مش الاول نفهم ايه العبارة؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومة الاول، وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في الترسينة. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا حنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذة يا باشا، احنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانة، وبنشتري سمك في مية، احنا ناخد حقنا اول باول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بيننا يبقى على مية بيضة. قول لي شو طلباتكم يا ادمي؟ صحيح العبارة كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الاخر، ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما تدفع المرة دي على قد ما يكون التظبيط المرة الجاية علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت. بكرة هيكون في عندكم مبلغ محترم جدا، والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده، تشاولنا على السكة نجري فيها جري. ما في غير شحادي، شحادي هو اللي كان معهم، وشحادي اللي عنده كل التفاصيل. احنا سألناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي، ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحادي ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا، يعني ايه؟ يعني لو اتظبط قعدة حلوة حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. هترمي نفسك في نار جوازة زي دي؟ مهما دقت منها حلاوة، لسعة نارها هتخليك تتقلب على الجنبين.
انت ايه اللي طلعك من الاوضه وانت عرقان كده؟ ما استحملتش، وحشتيني. انت كمان وحشتني، بس انا قلت اجي اقطع لك طبق الفاكهه ده علشان تتغذى. اتغذى؟ انا بتغذى بحلاوتك اطعم بكتير. يا لسانك الحلو اللي موديني في داهيه ده. بقول لك ايه، وانا بخف اطلع شويه ليه، يكون حد معدي من نسوانك كده ولا كده ينشن عين، واحنا مش ناقصين دول نسوانك دول تتدبس عليهم رصاصه. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح. هلاوتك يلا حبيب، يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسك. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف. طب وريني. طب انا اهو، انا اهو. انت عايزها بجد؟ انا اللي خليتك. هوبا، طب هعمل دوشه، هعمل دوشه. الحقوني يا ناس. الحاج يا عيني على الحاج. ماله الحاج يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو. ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز، استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا امه؟ سامعين. لا، السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا، الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي، شفتي ايه؟ الهانم الجديده هتطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيتسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك راح يا ستي لافعها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. الله. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقفل، انا جاي لك حالا.